كاينين الناس اللي كيروجوا على المغربيات انهم سحارات، اش كيبان لك؟ والله اش غادي نقول لك على السحارات المغربيات، ما غاديش نقول لك، ما عندي حتى فكره هكا على السحر. انا اصلا ضد السحر، حاجه سميتها السحر ضد ديالها. المغربيات سحارات وي، علاش؟ واحد سحارات فوالا، عندنا الشواذة في المغرب. ايه كاينه، الا ضحك عليها وبغى يمشي بحاله كتحاول هي تمشي تستعمل السحر باش يبقى معاها. او هذا كاين في كاع الاماكن في العالم، هنود، الهنديات، اردنيات، عراقيات، خليجيات، تونسيات، اليهوديات، كاع يشعودوا. دوري مثلا عند العطار غتلقى بطانه ديال القنفود، بطانه ديال الجمل، بطانه ما عرف ديالاش. ما عندناش حنا السحر في المغرب، فايتين حنا السحور ليه. شي السحور فايتينو لي. المغربيات كيبقاو مغربيات اصيلات، يمكن حيت هما شي حاجه نيفو زايد عليهم، عليها كيبقاو يقلبوا على المغربيات، ديما كيقلبوا لهم على السبه.